انت مين؟ عفوا انتوا مين؟ طيب احنا مبينين جايب على السواق. انا حنين. شو بتكون لهو؟ بنت. اهلا وسهلا. احنا بنعتذر على قلتنا بهي الطريقه بس والله في شيء ضروري. بقدر اعرف شو هو؟ شيء ضروري. ايه فهمت شيء ضروري بس شو؟ مين في معك بالبيت؟ ما في حدا غيرك. طيب نشوف. غير يعرفوا البيت القديم ساعتها رح ياكلها أبي. ياريتني خبيت الطابعة والكمبيوتر والورق. ايه بس كيف رح يعرفوا؟ معقول يكونوا مراقبيني؟ لا أكيد لا. أنا ما تحركوا أساساً لبعدت الرسالة. أنا ما بيعرف. خايفة يضربوني. يا ربي إذا ضربوني شو رح أعمل؟ بنتك ظريفة الله يسلم لك ياها. شو بدك؟ الرضا. شوف لا تعذبني ولا تعذب حالك ولا تعذب هالمسكينة. أنا بدي أطلع من هون ونحن أصحاب مو هيك؟ قلت لك شو بدك؟ روحي طالعة من محلها ما لقيان ولا كلمة. اختصر وأعطيني من الأخير. هذا الكلام الحلو يا سلام. أنا كنت عرفان إنك ما حتعذبني. يا سيدي بدي أفهم شو قصة الرسالة ومين اللي بعتها؟ شو قصة الرسالة؟ رسالة شو؟ معناتها حنين ما حكيت. لو حكيت كان سألني عن الدفتر. يا سيدي قصة الرسالة قصة الحقيقة. وقت ملكي عم بسمع. الرسالة يمكن أحلى كتاب قريته في حياتي. كتاب شو؟ أنت ما عم تسألني عن رسالة الغفران؟ رؤوف لا تلعب معي لأني بجيب مناظر بخليك تتذكرها حتى وأنت ميت. أنت سألتني وأنا عم جاوبك. هلا أنت جاي تتهضم؟ أنا مو جاي، انت اللي جبتني. رؤوف احكمة العالم والناس ولا تخليه يطلع. ها فهمني شو بدك. بدي اعرف مين بعث الرسالة لصندوق بريد الوزارة. رسالة شو؟ رؤوف حاج تصرف اول شيء. نسيت انه انا محقق وهذا اسلوبي. احكي بهدوء وفهمني شو بدك. يبدو ما حد فهم.
لحتى فرجيك بعينك. شو بدك تفرجيني؟ إذا بدك أنا بضربها عنك، أنا بعذبها معك. شيلني منها لأنك أنت جايب كرت محروف. رؤوف، بدك تحكي وأنت عم تضحك وتلعب. طيب جاهز، قلي شو بدك. مين اللي بعت الرسالة؟ ومين اللي عم يتحرك برا من جماعتك؟ جماعتي كلهم برات البلد، حتى لو جلدتوني ما رح تستفيدوا شيء. روح قول اللي بعدك تحقق معي، بده يتبهدل حتى لو قطعتوني شاف. وقفي عندي، قلت لك هالكلمة بحب اسمعها مرة ثانية. أنا ما بحب كون أبوكي، ما بحب تكوني بنتي. ليش هيك عم تعمل معي؟ ليش هيك عم تكسرني؟ قلت لك والله العظيم ما إلي حدا غيرك. قلت لك بآخر زيارة للسجن إنه أنا قبل تشوفك لآخر مرة، لأنه أنا ميت ميت. ما كان هاين علي من تربيتك كل هالفترة ما ودعها وبس. أنت ما راح تموت، أنت لازم تضل عايش. هذا مو شغلك. صار لك سنة وأنت بتصدني وأنا بقول معليش، بس بعد هلا شو ما صار معك ما عادت فارقة معي بالمرة، سمعان؟ ليش جبتوني لهون؟ رجعني على السجن، رجعني على السم الهاري، ما بدي اشوف احسن ما ارتكب جريمة. تعال يا ابني خذ حط عندك بالمكتب. تفضل سيادة المقدم. الحقيقة ما كان قدامنا إلا إنه نجيبك من السجن ونحقق معك، لأنه ما بنقدر نلفلف القصة إلا بهي الإجراءات مشان نحمي حالنا. وبحب طمنك كمان إنه الأمور رح تمشي مثل ما كلنا منحب. ومجهون علينا كمان إنه ضابط مهم مثلك نستغني عن خدماته. وهي القصة قديش رح تاخد وقت؟ أيام مو أكتر. عن إذنك رايح اعمل اتصال وراجعك. عملتيها يا حنين، عملتيها. ايمان وصلوها على البيت، دقناها عليك اليوم. الشباب جابوكي بالغلط، سامحينا. يلا تفضل.